السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، نلتقي معاكم في حلقة جديدة من برنامج في الضحى. مثل ما عودناكم مجهزين لكم مجموعة من المواضيع والتقارير، نتمنى أنها تنال على إعجابكم. صباح الخير فيصل. صباح النور حنان، أكيد نصبح على مشاهدينا بكل خير ونقول لكم حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي في الضحى. مثل ما ذكرتي زملائنا في خلف الكواليس عدوا العديد من التقارير المنوعة على ترتيب الضيوف اللي إن شاء الله بإذن الله من خلال تواجدهم معنا سواء كان في الاستوديو أو عبر الاتصال راح نسلط الضوء على العديد من الفعاليات اللي راح تهم شريحة كبيرة من المجتمع. وأيضا شيء جميل إن إحنا موجودين نطلع على مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج وأيضا البرامج الأخرى، أن نحاول على قد ما نقدر أن نكون قراب منهم، في نفس الوقت أن نقول لكم أن ترى الواحد لازم مهما صار ومهما كان لازم يكون يتحلى بالصبر. مهما مرت عليه من ظروف، مهما مرت عليه من مشاكل، مهما مرت عليه من صعاب، لازم يتحلى بالصبر ولازم أنه يكون عنده يقين تام بأن هذه الأمور أو المصاعب هذه كلها راح تزول وراح ترجع الحياة لطبيعتها. شيء جميل أن إحنا نتحلى بالصبر، وأيضاً لو بنرجع للأدب قديماً وحديثاً بنلاقي أن الكثير من الأدباء والشعراء تغنوا بالصبر وأنهم يتحلون بالصبر، أيضاً تكلموا وايد عن الصبر. وبنلاقي أيضاً في موروثنا في الموروث الشعبي عندنا أيضاً هناك الكثير من القصص والروايات اللي تتكلم عن الصبر. في أغنية حلوة للصبر آخر خلاص عافك الخاطر. ما شاء الله مزاجك رايق اليوم يا حنان. طبعا مثل ما انت ذكرتي يعني اهم شيء ان الواحد يكون عنده اليقين التام ان هذه مجرد ان مثل ما نقول غمه او مثل ما نقول ازمه وراح تعدي. لازم تحط في بالك ان انت شلون تتعلم من هذا الدرس اللي انت قاعد تمر من خلاله، سواء كان على الصعيد الشخصي، على الصعيد المهني، على الصعيد حتى ايضا علاقاتك مع اصدقائك وهذه الامور كلها. يعني فعده أمور تترتب عليها، أهم شيء أن أنت تكون واعي للأمور اللي قاعدة تصير حولك، وأيضاً أن تكون يعني توسع مداركك أن بحيث أن تستوعب الأمور قاعدة تصير حولك. والجميل أيضاً الصبر هذا بعد يرتبط في موضوع الأزمة اللي إحنا قاعدين نمر فيها. أغلبية الناس كان يمكن عندهم تذمر بسيط بالنسبة حق اللي هو مثلاً خوفهم وحرصهم على عودة عيالهم للمدارس، إنه مثلاً إنه يحاتون عيالهم وغيره من هذه الأمور. لكن بعد في نفس الوقت الحكومة الرشيدة وأيضاً الجهات والمؤسسات في الدولة أحرصوا إنهم يستمرون في تقديم ما هو أفضل لأبنائنا وبناتنا الطلاب على جميع الأصعدة، أيضاً حتى مش بس في الدراسة، أيضاً في المجمعات التجارية، المحافظة أيضاً على حياتنا مثل ما كانت قبل الأزمة وما بعد الأزمة، إن هي عبارة عن درس إحنا نتعلم منه بحيث إن إحنا نقدر نستمر في حياتنا القادمة. بالتأكيد. وكان المؤتمر الصحفي جداً رائع، دكتور إبراهيم النعيمي جاوب على أغلب الأسئلة والمخاوف لأولياء الأمور، وأيضاً وزارة التعليم مشكورة هيئت المدارس لاستقبال الطلبة، وكان أمس أول يوم لاستقبال الطلبة. يمكن إحنا شفنا عيالنا في البيت مستانسين برجعتهم للمدارس، وأيضاً إحنا فرحنا بعودة الحياة الطبيعية من خلال افتتاح الريل بسعة 30% أو السينمات والمسارح والمكتبات العامة، المرحلة الجديدة. حتى اليهال أمس تلاقيهم في المجمعات مستانسين، هم فعلاً بدأوا يطلعون شوي من أجواء البيت. لكن نرجع ونقول الاحتياطات الاحترازية لازم نتبعها، ما نتساهل في الموضوع لأن الموضوع جداً كبير ومو هو بسهل. ما نقول خلاص الوباء انتهى أو الجائحة انتهت، لا، هي ما زالت موجودة، ولازم ننبه عيالنا قبل ما يروحون المدارس من لبس الكمام، غسل اليدين، تعقيمها، ترك مسافة بينه وبين زميلة. أكيد مثل ما أنت ذكرتي حنان، يعني عودة الحياة طبيعتها تقريبا مثل ما نقول شبه شيء تدريجي ابتداء من المرحلة الرابعة اللي ابتدت البارحة تاريخ 1/9. أيضا شيء الأجمل أن الجميع المؤسسات والهيئات أشادوا بدور المجتمع في مثل ما نقول تسطيح منحنى تفشي فيروس كورونا، وأيضا بوعينا إحنا قدرنا إحنا نوصل للمرحلة الرابعة وقدرنا أن شوي 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 أن نساعد الحكومة ونساعد أيضا في إيقاف تفشي فيروس كورونا. ما زال الواجب علينا مشاهدينا الكرام ان احنا نستمر في هذا الوعي، نستمر في الالتزام بالاجراءات الاحترازيه.
شاء الله بإذن الله كلها فترة وتعدي إن شاء الله بإذن الله. إحنا وصلنا للمرحلة الرابعة، الشق الأول من المرحلة الرابعة ما بقى شيء، إن شاء الله بإذن الله هذه الغمة بتزول. وأنت ذكرتي شيء عن موضوع المدارس، أمس كان زميلنا خليفة رميحي كان في مدرسة شبابية ينقل لنا الأجواء من خلال تواجده في هذه المدرسة. وأيضا مشاهدين الكرام بنتابع معاكم هالتقرير من إحدى المدارس للبنات، نتابع معاكم هذا التقرير ولنعوده. تواصلت معنا إدارات المدارس بخصوص الإجراءات الاحترازية لازم إحنا نتبعها ونبدأ فيها من البيت مع عيالنا ونعلمهم إياها بحيث أنهم يستمروا فيها حتى يوصلوا إلى باب المدرسة، وهم بعديها راح يسلموا عنا هذه الأمانة ويستمروا معهم في هذه الإجراءات الاحترازية. كنت متخوفة بالبداية حال أي ولي أمر يعني، حتى درجة كنت حريصة أن أنا أجي بدري للمدرسة عشان ما يكون في تجمعات، يعني كنت متخيل الموضوع وكنت وجاية بدري. بس لما جيت وشفت يعني استقبال الهيئة الإدارية والتدريسية وطريقة تنظيمهم صراحة تطمنت وارتحت نفسياً أن بنتي في مكان آمن. الإدارة ساعات جاهدة يعني، أنا تابعت على الإنستغرام لقيت كل الإجراءات الوقائية عاملينها، مسافات وتباعد، معقمات في كل مكان، كمامة ولبس لبس الكمامات، في تباعد اجتماعي، كل باص إلى مكان يدخل فيه في كمامات، في قياس الحرارة. بناء على الفيديوهات اللي كنا نشوفها من وزارة الصحة إضافة للفيديوهات اللي زودتنا فيها إدارة المدرسة كنا نعرضها عليهم ونكلمهم باستمرار لأطفالنا في البيوت عن هذه الاحترازات وطريقة تعاملهم مع زملائهم، مع معلماتهم، مع أدواتهم في الصف، في الساحة، في الباص، وإن شاء الله الله الحافظ. أنا طبعاً من البداية وصيتها في البيت وهالأمور، بس تدرين لما تروحين بيئة مختلفة لا بتكون الأمور غير. لازم الكل يكون واعي، لو حد مش واعي لازم نوعيه ونحكي له ونفهمه أنه في شيء اسمه كورونا، يكون عندنا تباعد اجتماعي وكمامات. إن شاء الله بإذن الله مع المدرسة تواصل مع البيت هتكون الأمور طيبة إن شاء الله. طبعا شفنا معاكم هذا التقرير واحنا حريصين ان احنا نكون قراب من المجتمع في شتى مجالاته، وكل كل عمل ناجح وراه فريق عمل يعمل ليل نهار. الله يعطيهم الصحه والعافيه زملائنا في قسم الاعداد، مو مقصرين معنا في هذه التقارير الحلوه. لكن وصلنا الحين الى صحافتنا المحلية، جولة الصحافة المحلية مع الزميل أحمد السعدي من مركز الأخبار. صباح الخير يا أحمد. نعم. صباح الخير حنان، وصباح الخير فيصل، وصباح الخير أكيد جميع مشاهدين الكرام. أتمنى أكيد إن شاء الله التوفيق لأبنائنا الطلبة في هذا العام الدراسي وأيضا في بداية هذه السنة المختلفة عليهم. نتمنى لهم إن شاء الله دوام الصحة والعافية، وأكيد نتمنى لأولياء أمورهم التوفيق إن شاء الله ومزيد من التقدم والنجاح لهم خلال الفترة المقبلة. الاهتمام الكبير الموجود سواء من الأخوان في وزارة التعليم والتعليم العالي أو الأخوة أيضا في وزارة الصحة العامة هو بالنهاية راح يصب أكيد في مصلحة أبنائنا وفي مصلحة المسيرة التعليمية. نتمنى لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة. نبدأ معكم مشاهدينا في جولة ضمن صحفنا المحلية، والبداية من الراية وهوية معبرة وشعار قوي للدوحة 2030. كشفت لجنة ملف الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 أمس عن هوية ملف استضافة الدورة وشعارها الذي يعكس المزيج الذي تشكله دولة قطر من الأصالة والمعاصرة والتزامها باستضافة نسخة استثنائية من الدورة تترك خلفها أثر مستدام لقارة آسيا. وقام سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس لجنة ملف الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 بالكشف عن الهوية والشعار الرسميين للملف الدوحة 2030 هي بوابتك بصورة افتراضية وبمشاركة عدد من الرياضيين القطريين ومسؤولي اللجنة. بهذه المناسبة قال سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني يقوم ملفنا على إيماننا الراسخ بأن الرياضة
تحظى بالقدرة على قيادة التغيير الاجتماعي وعلى تعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب. ولقد برهنت الرياضة على الدور الرائد الذي يمكنها القيام به في الجمع بيننا وفي إلهامنا الأمل خلال هذا العام في ظل جائحة كوفيد-19. ولقد عز ذلك الأمر من تصميمنا على الاستفادة من ملف الدوحة 2030 كبوابة لمستقبل أفضل لدولة قطر والأسرة الأولمبية الآسيوية بصورة عامة. طبعا يمكن مثل ما عودتنا قطر بأن تكون دائما أو الدوحة عاصمة للرياضة العالمية والبطولات العالمية المختلفة ابتداء من النجاح في استضافة كأس آسيا في عام 2006، أيضا دورة الألعاب العربية في 2010، مرورا ببطولة العالم للملاكمة، بطولة العالم للسباحة، بطولة العالم للدراجات الهوائية، بطولة العالم لألعاب القوة، وصولا إن شاء الله إلى 2022 وبطولة العالم لكرة القدم، بطولة العالم أيضا لكرة اليد في 2015. كل هذه النجاحات تؤكد بأن قطر أصبحت الآن يعني واحدة من الدول القليلة جدا اللي هي مهيئة على مستوى البنية التحتية، مهيئة أيضا حتى على مستوى الملاعب، على مستوى أيضا التنظيم. نتحدث عن تنظيم في كل بطولة يتم تنظيمها يكون هناك يعني حدث استثنائي، وتكون هذه البطولة بطولة استثنائية من ناحية التنظيم والإمكانيات والقدرات الكبيرة اللي تقدمها قطر لكل من يتواجد على أرضها، سواء كان من رياضيين، من إداريين، من جماهير، وتسهيلات كبيرة جدا. نتحدث عن العديد من التسهيلات اللي تقدمها سواء اللجنة الأولمبية القطرية للاتحادات وأيضا المنظمين على هذه الألعاب، الوزارات المختلفة والتسهيلات والإجراءات المختلفة اللي تقدمها للجماهير وأيضا للدول المشاركة في مثل هذه البطولات. من الراية إلى الوطن، موافقة ولي الأمر شرط لفحص كورونا. أعلنت وزارة الصحة العامة أنه مع بدء العام الدراسي الجديد سيطلب من أولياء الأمور الذين تم اختيارهم عشوائيا التوقيع على نموذج الموافقة قبل أن يتم إجراء فحص كورونا لطفلهم. وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بإجراء فحوص عشوائية للطلبة، حيث سيمكنهم ذلك من الكشف المبكر للحالات المصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 بين الطلاب، وسيحد من انتشار الفيروس في البيئة المدرسية، مؤكدة أن فحص الطلاب ليس إلزاميا وسيخضع لموافقة ولي الأمر، حيث سيطلب من أولياء الأمور الذين سيتم اختيارهم عشوائيا الموافقة قبل أن يتم الفحص لأبنائهم. يمكن وزارة الصحة مشكورة الجهد الكبير اللي تقوم فيه خلال الفترة الماضية يعني بإجراء الفحوصات الاستباقية لعدد كبير جدا. يمكن احنا نشوف كل يوم أن عدد المتعافين يصل إلى 1000-2000، عدد الحالات يعني قليل جدا، ولكن هناك قياس آخر يتم حقيقة العمل عليه وهو قياس عدد الفحوصات اللي تقوم بها وزارة الصحة العامة، معدل من 5000 إلى 20000 فحص في اليوم، جهد كبير، طاقم ضخم، يعني إمكانيات ضخمة. نتمنى أكيد إن شاء الله من أولياء الأمور التعاون مع الأخوان في وزارة الصحة وزارة التعليم من أجل إنجاح إن شاء الله الموسم الدراسي وإنجاح العملية الدراسية خلال الفترة المقبلة، وأيضا في النهاية هذه الفحوصات هي لسلامتهم وسلامة أبنائهم والحفاظ عليهم من تداعيات فيروس كورونا. وأيضا نحاول إن شاء الله أن احنا نكون سند الأخوان سواء في وزارة الصحة وأيضا في وزارة التعليم. في الشرق، الإعلان عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي 2022 أو 2020 قريبا. قالت السيدة مها الرميحي المدير العام لمدرسة طارق بن زياد الابتدائية عضو مؤسسة قطر في لقاء في صحيفة شرق العام الدراسي 2020-2021 قد بدأ بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية ثانية اللغة عضو مؤسسة قطر بالتعلم عن بعد في 23 أغسطس واستمر لمدة أسبوع ونصف الأسبوع. في الأول من سبتمبر بداية التعليم المدمج بحيث يحضر نصف الطلاب، فيما يتابع الآخرون الدراسة عبر وسيلة سيسو أحد أبرز الوسائط التعليمية الإلكترونية. وأشارت إلى أن عدد طلاب المدرسة بلغ 325 طالبا، وأضافت أنه بدأ الدوام المدرسي وفق قوائم طلابية محددة بالأيام، ويتم تصميم التعليم الإلكتروني ليحافظ على استمراريته مع مراعاة حصول كل طالب على المناهج كاملة. منوها بأن مدارس مؤسسة قطر نجحت نجاحا ملحوظا خلال انتشار وباء كورونا في مارس الماضي، وتم التحول فجأة إلى التعلم الإلكتروني.
يعني كل المدارس سواء كانت حكومية خاصة تتبع أيضا الأخوان في مؤسسة قطر تقوم بتقديم الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب. يمكن بالأمس شاهدنا وجود معالي رئيس مجلس الوزراء وزير معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في توقيع 8 مدارس جديدة إن شاء الله كانت مدارس حكومية وخاصة ستضاف إن شاء الله للمسيرة التعليمية. وجود هذه المدارس يعني المميزة مثل طارق بن زياد وأيضا مدارس أخرى موجودة داخل الدولة سيساهم في رفع المستوى التعليمي. أيضا وجود الخطط البديلة، يعني التعليم الآن ممكن قد يكون صعب في وجود كل الطلاب داخل المدرسة، الانتقال إلى المنصات التعليمية المختلفة. الأخوان في طارق وزياد عندهم سيسو، أيضا هناك يعني العديد من المنصات التعليمية المختلفة اللي تقدمها سواء وزارة التعليم والتعليم العالي، المدارس الخاصة، أيضا الجامعات تقوم بالتدريس أيضا عن بعد. في النهاية نتمنى إن شاء الله أن يكون عام دراسي موفق للجميع. الرعاية الأولية، هؤلاء عليهم تجنب السفر خلال جائحة كورونا. أوصت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر إلى ضرورة تطبيق آخر النصائح والإرشادات المتعلقة بفيروس كورونا لحماية أنفسهم وذويهم وعدم السفر إلا في حالة الضرورة القصوى. وقالت الدكتورة دينا حسن كشكش استشاري طب الأسرة بمركز مدينة خليفة الصحي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، يجب أولا ودائما على المسافر تقييم أهمية الرحلة ومدى إمكانية تجنب أو تأخير السفر في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى، وعدم السفر لهؤلاء الذين هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمضاعفات مرض كورونا الخطيرة مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والسيدات الحوامل. يمكن مع افتتاح المرحلة الثالثة وبدء أيضا فتح المطار ووصولنا أيضا للمرحلة الرابعة شاهدنا جزء من الناس بدأت تستعد للسفر وسافرت. الواحد لابد أن يقيم المخاطر قبل السفر، لابد أن أيضا يشوف هل أنا بحاجة أن أنا أروح، سواء كان عنده يعني في بعض الناس عندهم جامعات لابد أن يكمل، عنده مثلا رسالة دكتوراه، عنده بعض سواء الأعمال أو البزنس الخاص فيه لابد أن يروح يخلصه، أو مثلا عنده بعض الاحتياجات الخاصة أو علاج قد يكون ممكن هذه الحالات تسافر. ولكن في بعض الناس تسافر الآن للسياحة، نتمنى تقييم الوضع مرة أخرى بالنسبة لجميع المواطنين والمقيمين. في النهاية الفيروس لم ينتهي، لم يتم القضاء عليه بشكل كامل، هناك العديد من الدول تتغير فيها بين فترة وفترة الإجراءات، هناك بعض الدول انتقلت من الفتح الكامل إلى الإغلاق الكامل مرة أخرى، هناك بعض الدول بدأت بتشديد بعض القيود. لذلك نتمنى إن شاء الله من الجميع أن يقيم مرة أخرى أيضا كبار السن، الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة، حمايتهم في البيت أكيد مهم جدا، وحمايتهم في المجمعات وحمايتهم في هذه الأماكن أثناء السفر. نتمنى إن شاء الله أن يعني الواحد يعني إلا إذا كان للضرورة القصوى سواء كان لعلاج أو لضرورة قصوى جدا لابد أن يسافر بإمكان السفر، ولكن في الحالة الطبيعية جلوسك في الدوحة وفي الأماكن المميزة هنا في قطر، أماكن سياحية كثيرة موجودة بإمكانك أنك تستمتع فيها. هذا كل ما لدينا في صحفنا المحلية، وأكيد عودة للزملاء في برنامج في الضحى الزميل فيصل، عودة إليك وأكيد وللزميلة حنان لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. يعطيك العافية زميلنا أحمد السعدي على هذه الأخبار المنوعة من صحفنا المحلية. وتعقيبا على كلامك بالنسبة لآخر خبر اللي هو صحيح أن الواحد لازم يحط في باله أن أهم شيء أنه ما يسافر بس مجرد من التسلية، خصوصا أن هذه إحنا حاليا في مرحلة الواحد لازم يكون حريص كل الحرص على موضوع الصحة، ولازم أنه أيضا في نفس الوقت إذا أنت مثلا أيضا تخاف على أهلك، تخاف على ربعك، تخاف أيضا إذا كان عندك عيال وغيره، ف السفر ما يكون إلا للضرورة القصوى. طبعا مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم من فقرة الصحافة إلى فقرة الأرصاد الجوية ونشوف حالة الطقس لهذا اليوم مع المتنبئ الجوي العنود البعينين من الهيئة العامة للطيران المدني. في البداية نصبح عليك بالخير العنود. صباح النور. يا مرحبا، لو تعطينا نبذة عن حالة الطقس لهذا اليوم. الأجواء اليوم بشكل عام حارة نهارا، ويوجد تحذير على الساحل، رياح قوية على بعض المناطق فجرة الظهيرة، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم إلى 40 درجة مئوية مع بعض السحب المحلية وفرصة خفيفة للأمطار متفرقة. الرياح أغلبها جنوبية شرقية شمالية شرقية،
سرعتها تصل إلى 15 عقدة، تصل أحياناً إلى 20 عقدة على بعض المناطق ظهراً. بالنسبة لحالة البحر، لا يوجد تحذير للمرتادين البحر، كما يتراوح ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم ويرتفع أحياناً إلى 5 في عرض البحر أحياناً، ويبقى العلم عند الله. أشكركم على حسن استماعكم وشكراً. وإن شاء الله الأجواء تكون أجمل وأجمل بإذن واحد أحد الأيام القادمة، بما أن احنا دخلنا سهيل يعني بعد أسبوعين إن شاء الله بتكون الأجواء أجمل، لكن الأجمل من ذي كله عودة زميلنا خليفة رميحي للشاشة مجددا في وهو موجود حاليا في وزارة التعليم والتعليم العالي. وصباح الخير يا خليفة. صباح الخير زميلة حنان، صباح الخير زميل فيصل، أصبح على جميع الزملاء اللي عندكم، أصبح على جميع مشاهدي تلفزيون قطر وين ما كانوا، داخل قطر برا قطر. ودائما أخص بالتصبيح أمهاتنا الكبار، شيباننا وعيايزنا، ونقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. احنا اليوم متواجدين في مبنى صراحة أنا لأول مرة أدخله، اللي هو مبنى وزارة التعليم والتعليم العالي الجديد. هذا المبنى الذي يعتبر مفخرة صراحة لإنجازات الدولة على مستوى المباني. لكن الموضوع اليوم هو مؤتمر صحفي للإعلان عن جائزة التميز العلمي 14. راح يكون معي ضيفي العزيز الأستاذ علي البعنين، وهو الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي. أخوي علي، أول شيء صبحك الله بالخير وقواكم الله. نبي نتكلم اليوم عن هذه الجائزة. صباح النور أخوي حمد. أولا رحب فيكم في مبناكم الجديد القديم، خلنا نقول. طبعا الجائزة في نسختها 14 الحمد لله يعني صار تحديث على استمارات الذي من قبل اللجنة التطويرية للجائزة، صار تحت التقديم الإلكتروني للجائزة بكل الفئات. أعتقد أن العملية في تطور مستمر، والحمد لله إحنا بنسختنا 14 أعتقد وصلنا مرحلة من قبول الطلبة والتعاون، والجائزة أصبحت يسعى لها كل من الفئات اللي تستهدفهم الجائزة، من مدرسين، من مدارس، من طلبة. وإحنا فخورين صراحة سنويا بتشريف سمو الأمير لهذه الفئات كلها، والاهتمام طبعا كبير من قبل الدولة في تعزيز التميز العلمي لدى الجميع. نعم أستاذ علي، يعني هناك أكيد فروقات بين النسخة الأولى والآن إحنا وصلنا النسخة 14، ما الذي أضيف على هذه النسخة؟ مثل ما قلت لك، اللجنة التطوير للجائزة سعت من البداية سنة إلى وضع معايير جديدة من خلالها تقدر اللجان الذي من وضع معايير تكون تنافسية، على أسس تنافسية، على أسس ابتكار، على أسس جديدة طبعا. وهي طبعا التحدي واجهنا كل سنة، والحمد لله رب العالمين السنة أعتقد أنه في جهود مبذولة بشكل يعني مركز على النواحي، الاهتمام بالمعايير أكثر وأكثر. نعم. الشيء الثاني أيضا اللي باشير له، أنه أصبح عندنا الآن نظام إلكتروني كامل للتقديم للجائزة، وهي طبعا سهل علينا كثير من تقديم الطلبات والأمور كلها. نعم. لاحظنا أيضا اليوم مؤتمركم يدار عبر أيضا القنوات السوشيال ميديا، أو نقول قنوات التواصل الاجتماعي، يعني كيف تشوفون هذه التجربة؟ والله حقيقة الظروف اللي مرت علينا من الجائحة تعلمنا منها كثير صراحة، واستفدنا منها كثير. طبعا استخدام التكنولوجيا شيء إيجابي طبعا، وإحنا الحمد لله استفدنا منها بأعلى يعني مستوى. والدولة طبعا من بداية الأزمة لحد الآن معظم اجتماعاتنا تكون أونلاين، والحمد لله رب العالمين الأمور كلها يعني على استعداد لاستقبال الطلبات، اعتبارا من بيكون إن شاء الله من بداية 10 حتى نهاية 10، من 1/10 لين 29 استقبال الطلبات، وإن شاء الله تكون الأمور ماشية على ما يرام إن شاء الله. نعم. الفئات المكرمة أيضا، الفئات المكرمة راح يكون إن شاء الله خلال جائزة بتشريف سمو الأمير، بيكون إن شاء الله خلال الشهر 3 إن شاء الله. وطبعا في لجان للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية ومرحلة الماجستير والدكتوراه، كلها طبعا اللجان تم تشكيلها وتم الاستعداد لها، ومستعدين لتلقي طلبات ومشاركات كلها والاستفسارات. طبعا الطلاب الحمد لله رب العالمين بالنسبة للمرحلة البكالوريوس على وجه الخصوص والمراحل الدراسات العليا على دراية كاملة ب يعني كل المتطلبات الجائزة، كل الهيستوري كامل للجائزة عارفينه،
والحمد لله يعني معظمهم متواصلين معاهم، احنا من صار لنا فتره على والرد على استفساراتهم عن طريق اداره العلاقات العامه وعن طريق المكتب الرئيسي للجائزه، فالحمد لله رب العالمين الامور ان شاء الله ماشيه وان شاء الله نتمنى للجميع التوفيق. نعم، كلمه توجهها للمكرمين وايضا لمن يجتهدون لنيل هذه الجائزه. طبعا احنا سنويا الحمد لله مثل ما قلت لك اكبر تتويج وجود سمو الامير، يعني في نهايه المطاف اعتقد انه هو راس الهرم في الدوله، ولما وجوده يكون موجود اعتقد اكبر تكريم لهم. فاحنا الحمد لله رب العالمين الطلاب مجتهدين ويسعون دائما للحصول على هذه الجائزه ومصافحة سمو الأمير، وطبعا الدعم اللي تقدمه الدولة في جميع المجالات اللي حفز الطلاب كلهم على أساس أنه يحصلون على هالجائزة. نعم أستاذ علي البعنين، أشكرك جزيل الشكر في هذا اللقاء السريع عبر برنامج فيض ضحى على شاشة تلفزيون قطر، خذناك من هذا الاجتماع، شكرا جزيلا لك لهذا الوقت الثمين. شكرا جزيلا، حياكم الله، الله يحفظك. إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا هذه الجائزة يعني الكل مهتم لرصد هذه الجائزة ومتابعة هذه الجائزة، ومثل ما ذكر الأستاذ علي أكبر تكريم هو تشريف سيدي صاحب السمو الأمير المفدى عسى الله يحفظه. هذا اللي عندنا اليوم في وزارة التعليم والتعليم العالي، أقول دائما سامحونا على قصور بذر منه من خلال نقلنا لهذه الفقرة، والآن عودة إلى الزملاء في الاستديو. زميل خليفة يعطيك الصحة والعافية وما به قصور، ونورتنا في برنامج فيض ضحى، الشكر لك، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم، يعطيكم ألف عافية. طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما تابعنا معاكم نقل زميلنا خليفة الرميحي عن موضوع جائزة التميز العلمي من وزارة التعليم، وننتقل وياكم نكمل فقرات برنامج فيض ضحى. لاحظت أنا حنان خلال الفترة اللي طافت، يعني وين ما الواحد يتمشى بسيارته سواء كان صوب الكورنيش، صوب الدفنة، في الأماكن أيضا حتى في المدن الخارجية، دائما يطالع على الجنب يلاقي خضار ويلاقي مسار حق السياكل حق الرياضة. تهيئة الدولة أو نقول البنية التحتية، صار عندنا رياضي وايد، يعني حتى يعني أنا يمكن يخوني التعبير، لكن الدولة وايد اهتمت بأنه المنشآت العامة تكون مهيئة أيضا للرياضيين، والشيء هذا وايد حلو. يمكن شفناه في جائحة كورونا يوم سكروا الصالات الرياضية، من الناس اللي تضايقوا أنا منهم، لكن أنا ما توجهت للسياكل، لكن شفت وايد ناس صار عندهم إقبال على أنهم يشترون دراجات هوائية ويطلعون، وكان في مسار خاص لهم، وهاي الشيء وايد ترى حلو. بالضبط، هو شيء جميل ان ايضا حتى المؤسسات والهيئات انها تحرص كل الحرص على توفير جميع الخدمات وجميع ايضا الوسائل علشان الواحد يستمر في ممارسه الرياضه، وايضا في نفس الوقت يكون تشجيع له. اغلبيه الناس يمكن خلال الفتره اللي طافت ما كان عندهم شغف الرياضه، ما كان عندهم توجه معين لرياضه معينه، لكن خلال الفتره السابقه لاحظنا اللي هو كل واحد مثل ما نقول انطلق، قام يحاول يشوف أنا شنو ميولي، أنا والله مثلا أحب الدراجات، أحب مثلا الرياضة مثلا الهوائية مثل ما نشوف المعدات على الكورنيش وغيرها من هذه الأمور. راح نتكلم أكثر مشاهدينا الكرام ونسلط الضوء أكثر على موضوع الدراجات الهوائية باستضافتنا للمهندس عبد الفتاح السعدي، عضو مجلس إدارة بمركز دراجي قطر. في البداية صبحك الله بالخير وسعداء بتواجدك معنا في برنامج فيض ضحى. الله يصبحك بالنور والسرور، وأنا سعيد وأتشرف بتواجدي معاكم في البرنامج. يا مرحبا ومسهلا فيك. طبعا في البداية حابين نعرف الساده المشاهدين اكثر عن مركز دراجي قطر، متى تاسس، ايش يقدم من خدمات وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، مركز دراجي قطر تاسس في عام 2014، وهو مركز تابع لوزاره الثقافه والرياضه، والمركز قام بالعديد من الفعاليات الرياضيه مثل فعاليه سباق العديد، رايد اوف شامبيون، فعاليه الاب والابن والبنت والام، وايضا شارك في كثير من الاتفاقيات الاستراتيجيه بينه وبين المراكز الاخرى. ما شاء الله، جميل. جميل. استاذي الكريم، لو تكلم عن مذكره التفاهم اللي وقعتوها مؤخرا مع وزاره اشغال. بسم الله الرحمن الرحيم، مذكره التفاهم تمت تحت رعايه سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة الدكتور سعد بن أحمد المهندي، ووقع عليها المهندس يوسف عبد الرحمن العمادي مدير شؤون البنية التحتية،
ومن قبل المركز وقع عليها الدكتور عبد العزيز بن جهوم الكواري. هذه المذكرة مدتها سنة وراح تحفظ الحقوق بين الطرفين، وتكون كل طرف راح يكون عنده مسؤوليات ومهام، مثل صيانة المسار راح يكون من قبل هيئة الأشغال العامة، أيضا تركيب لوحات إرشادية في المسار، الصيانة الدورية لللاندسكيبينج والإرجيشن وأعمدة الإنارة اللي تفوق 1450 عمود تقريبا. ما شاء الله. أيضا هذا المسار يعني مواصفاته عالية جدا. هذه من ناحية أشغال، زين من ناحيتكم أنتم كمركز؟ من ناحية المركز إحنا نقدم الدعم اللوجستي للدراجين من تغذية، أيضا نقدم لهم الإسعافات الأولية لو سمح الله أي مكروه، عندنا جهاز صعق للغلب أيضا، والشباب المشرفين يعني مو مقصرين معاهم في حالة لو سمح الله أي أعطال أو حاجة مثلا معينة يتم الاتصال فيهم. طبعا إحنا عندنا تمريننا من الساعة 5 إلى الساعة 8، ففي أثناء تواجدهم ممكن يقدمون الخدمة إذا حد طلبها منهم أو لأعضاء ومنتسبي مركز دراجي غطر. ممتاز. إذا نتكلم إحنا عن أعضاء منتسبي مركز دراجي قطر، شلون الواحد مثلا إذا حاب يسجل في المركز، إيش المميزات اللي مثلا كمركز تقدمونها للأعضاء وأيضا للمنتسبين؟ إحنا الله يسلمك في المركز قاعدين ننشر ثقافة الدراجة الهوائية واستخدامها، ونشجع بشكل عام على الرياضة، فعندنا تمارين يومية وعندنا تمارين يوم الجمعة الفجر، وتمارين من 5 إلى 8، وعندنا الموقع قريب على المسار السريع في صالة حلبة الوسيل متعددة الأغراب. طبعا المركز يعمل دورات تدريبية وورش، وأيضا عندنا ما شاء الله مدربين أكفاء، فخلال يعني أي واحد يتواصل خلال السوشيال ميديا أو على تلفوناتنا في المركز راح نرحب فيه، ويعني بالعكس ما شاء الله نشوف الأعداد متزايدة. إحنا عندنا الحمد. فوق 1000 عضو في المركز. ما شاء الله. كان يكون 1001 إن شاء الله. 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 بس عندي فضول أكثر بالنسبة لهذا المسار السريع، وين مكانه طول المسار؟ المسار السريع هو يبدأ من تقاطع الجولف باتجاه الشمال إلى استاد البيت. طبعا طوله حوالي 33 كيلو وعرضه 7 متر. ما شاء الله. وما شاء الله فيه حوالي 29 نفق وجسر. المسار مواصفاته عالمية، ونشكر الأخوان في هيئة الأشغال العامة إدارة شؤون البنية التحتية، وأشكر إدارة المشروع وأخص بالذكر مهندس محمد الخالدي، وأيضا مدير المشروع مهندس منار حسن. بس المسار موجود، لأن أنا رايحة ماشية هنا. لا هو مفتوحين. المسار موجود. إيه المسار موجود، وأشوف يعني مجموعة من اللي أنا أتابعهم من خلال السوشيال ميديا ألاقيهم مصورين الفجر يطلعون على الدراجات الهوائية. نعم. على هذا المسار، المسار جدا رائع، لكن ينقص بعض شوي الخدمات يعني. اللي ناسي مطارة مايا. لا الحين الله يسلمك هذه المذكرة راح تنظم. أي. العملية. أي. هاي المذكرة الهدف منها أولاً السماح المركز دراجي قطر بعمل الفعاليات. حلو. ايضا راح تنظم المهام في كل طرف، ان مثلا ممكن نطلب خدمات من جهات اخرى ذات العلاقه. يا ريت والله. على فكره المسار يمر بثلاث بلديات، يعني بلديه الدوحه والضعاين والخور. اي فالمسار طويل، صيانته يعني من اليوم الاول لافتتاح المسار ارتئينا احنا في مركز دراجي قطر ان لازم نعمل اتفاقيه، والاخوان في هيئه الاشغال العامه ما قصروا يعني، وحصلنا دعم كبير يعني. يمكن لأن أنا من مرتادي هذا المسار، فالمسارات هذه أنا أعرفها نحتاج فيها خدمات عامة يعني. أنا أتكلم كمواطنة اليوم، أنا أروح هذا المسار أنا أحتاج فيه مرافق عامة، أحتاج حتى لو في برادات الماي. البرادات الماي الحين توفرت 2، وإن شاء الله في المستقبل راح تتوفر كثير. هذا واحدة من النقاط اللي احنا طالبنا فيها هيئة الأشغال العامة. حلو. وكأند يوزر احنا كمستخدمين الطريق احنا الدراجين في اجتماعات دورية يعني. والشباب ما قصروا معانا، وتوقع خلال فترة بسيطة طبعا مهندس محمد الخالدي هو رئيس لجنة الإشراف على تجميل المدن والمسارات ومسارات المشاة، فاحنا وضعنا بعض النقاط مع مهندس محمد على أساس أنه
تتوفر فيها، وإن شاء الله وعد الجماعة وأيضا الأشغال راح توفر لوحات إرشادية بناء على طلباتنا تنظم عملية استخدام المسار، مثلا لوحات إرشادية سيفتي جيرز، الهلمت، عدم الافتراش في المسار، عدم يعني ان مثلا تلتزم بالخطوط الأرضية وعدم الالتفاف المفاجئ. ايضا هيئة الأشغال العامة وفرت 5 مواقف قريبة على المسار، مشكورة، وبصدد احنا التعاون معهم. هذه المذكرة راح تكون شراكة استراتيجية ان شاء الله بيننا وبينهم بإذن الله. طبعا احنا تكلمنا عن الدراجين، تكلمنا عن مدى اقبال الشباب وايضا البنات الى هذه الرياضه مثل ما نقول الجديده في مجتمعنا، لكن احنا من وجهه نظري انا حاب اسالك اكثر عن اقبال المجتمع من مواطنين ومقيمين على ممارسه الرياضه، انه باخذ الاعتبار اللي هو اغلبيه الناس تقريبا مثل ما نقول اخذوا الرياضه كنمط حياه جديد في حياتهم، من وجهه نظرك شو اللي صار خلى الناس تتغير من هذا المنظور؟ والله انا اشوف ان المراكز الشبابيه اللي وجدت الفتره الماضيه، ايضا السباقات المحليه الكثيره، الانديه المحليه الكثيره اللي وجدت شجعت على ممارسه الرياضه، وجت جائحه كورونا وبينت ان الناس متعطشه كثير للرياضه، يعني اغلقت الجيمات، اغلقت اماكن معينه المسابح، فالناس اتجهوا تحصلهم ما شاء الله في المسارات وكذا، هاي حب عندهم في تغيير نمط الحياه وسلوك ايجابي طبعا. مهندسنا لو كلمه اخيره توجهها للمشاهدين في ختام لقائنا هذا. ان شاء الله ان انا ادعو الجميع للاستفاده من المسارات اللي عملتها هيئه الاشغال العامه، فوق 2000 كيلو في الأحياء السكنية وفي المناطق مختلفة. طبعاً ممارسة الرياضة مسؤولية، يعني الحين صارت يعني العقل السليم في الجسم السليم. أكيد أكيد، وحساباتكم موجودة وأرقام هواتفكم موجودة. نعم. يقدرون كل مشاهدين اللي عنده مقترح أو عنده خطة للتطوير التواصل معاكم والاستفادة من خططهم ومقترحاتهم. نرحب في الجميع إن شاء الله. بالتأكيد. شكراً الله. شكراً لك. شكراً. المهندس عبد الفتاح السعدي عضو مجلس إدارة بمركز دراجي قطر، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك ألف عافية يا رب. طبعا شيء جميل بصراحة، أنا من ذكر المهندس أن عدد المسجلين ما يقارب حوالي 1000، أنا ناوي أكون 1001 إن شاء الله بإذن الله، وهذه ما بتكون بداية، ما بتكون البداية، يعني تعرف إن شاء الله كمل. أنا بصير 1022، قل ليش؟ لأني أنا بجيب 21 من ربعي بخليهم يسجلون وياي. ما شاء الله. لا أنا على طول. أنا بس أروح عقب أشوف الموضوع يعني. لا أنا يا نروح كلنا إحنا على طول إحنا نروح جروب. يعطيكم الصحة والعافية. أكيد مثل ما ذكر ضيفنا، وأيضا شيء جميل إنه الواحد يستغل مثل هذه الأوقات يطور من مهاراته، أيضا يكتسب مهارة جديدة، رياضة جديدة، ويغير من نمط حياته للأفضل. وننتقل وياكم مشاهدينا الكرام من موضوع الرياضة، ننتقل وياكم إلى السياحة. طبعا شيء جميل ان الواحد وشو انه يستغل موضوع الدراجات الهوائيه في اماكن ثانيه، وفي نفس الوقت نربطها في وشو السياحه الداخليه. بالتاكيد، لكن الاجمل لما تكون السياحه الداخليه مرتبطه بالسياحه الرياضيه. يا سلام. تمارس الرياضه في اجواء وفي اماكن جدا جميله في وعائليه، وما تخاف لا تحاتي عيالك اذا بعدوا عنك، ومتوفره فيها كل الخدمات والمرافق. تدري عشان ما يطول الحكي، ايش رايك نشوف هذا التقرير؟ ننتقل وياكم نشوف التقرير ونعوده. حديقة أسباير ليست كغيرها من الحدائق، فهي ليست مجرد مساحة خضراء، تمنح جميع مرتديها خيارات ترفيهية متنوعة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، بل هي أكثر من ذلك، هي جزء من منظمة رياضية ورؤية مستقبلية ووجهة لأهم الفعاليات والمهرجانات. تبلغ مساحة حديقة أسباير 880 ألف متر مربع، وتعد أكبر حدائق قطر المفتوحة
من ناحية المساحة، وتحتوي على مساحات خضراء ممتدة تتخللها الأشجار والنباتات والزهور التي جلبت من مختلف أنحاء العالم. وتضم مسارات حلزونية الشكل صممت خصيصاً لمحبي رياضة المشي والركض. وتوجد العديد من الأجهزة الرياضية الموزعة في أماكن مختلفة، كما أن بحيرة أسباير تقدم دروساً في تعليم رياضة التجديف، وهو ما جعلها من أكثر الحدائق التي تجذب العائلات والشباب والأطفال من مختلف الأعمار. حديقة أسباير هي أرض العجائب، وهنيئاً لكل من كان جزءاً من هذا العالم الخيالي الذي إن عرفته أحببته. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا التقرير وايضا هذا الفاصل، ما زلنا نستكمل معكم فقرات برنامج في الضحى، لكن من اسباير ننتقل وياكم الى المؤسسه العامه للحي الثقافي كتاره اللي خلال الاعوام الماضيه ابهرتنا بتنظيمها لعده فعاليات في الدوله، من ايضا مشاركتها في اليوم الرياضي، اليوم الوطني، الجوائز الاخرى لمسابقات عالميه وايضا محليه. نتابع معكم هذا التقرير ولنعود نستكمل برنامج في الضحى. معلم ثقافي وسياحي بالعاصمة القطرية الدوحة يجمع ثقافة العالم، الحي الثقافي كتارة، والذي يساهم في التعريف بتراث قطر وتقاليدها والتوعية بأهمية الثقافات والحضارات الأخرى من خلال المهرجانات والمعارض والفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية. يسعى الحي الثقافي إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 وتحقيق الريادة والعالمية في الأنشطة الثقافية المتعددة. ومنذ إنشائه سنة 2008 تحول الحي الثقافي كتارة إلى وجهة سياحية وثقافية لسكان قطر والسياح الذين يعج بهم المكان أيام الإجازات والمواسم، مستفيدين من وجود شاطئ جميل وشوارع معبدة بالحجارة ومطاعم متنوعة توفر للجميع أكلات من مختلف الثقافات. شوارعه الضيقة المتعرجة تعيد الذاكرة إلى العصور القديمة، وأبراج الحمام المنتصبة عند المدخل تستقطب اهتمام الزوار مثل غيرها من المباني والمسارح، بالإضافة إلى العديد من المراكز الثقافية والفنية. شفنا معكم هذا التقرير الجميل عن كتارة، يمكن فيصل أغلب المشاهد أنت مصورها؟ صحيح بالضبط، في بداية مسيرتي الإعلامية في تلفزيون قطر المواهب المدفونة اللي إحنا ما نعرفها. فاللهم لك الحمد، يعني كانت عندي مهارة تصوير باستخدام الطائرة بدون طيار، ف يعني جداً سعيد وشرفني أن تكون هذه اللقطات مختارة من الزملاء اللي يعدون تقارير في تسليط الضوء على أهم وأبرز مثل ما نقول المعالم، المؤسسات، الهيئات وأيضاً المناظر الجمالية في الدولة. وأيضاً زميلتنا زهرة خليفة هي عدت تقرير، فيعطيها ألف عافية، وأيضاً ما شاء الله من 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 لقطات جمالية وأيضاً حتى زاوية التقرير، فيعطيك ألف عافية يا رب. بالتأكيد، ولكن ما نختلف على أن كتارة
أجمل مك... أجمل دار ثقافي. أنا أتفق معك. حي ثقافي جميل جدا. تبي ثقافة عندهم، تبي سياحة موجود، الفن الفن موجود، الرياضة، كل شيء كل شيء كل شيء. حتى لو أن أنت بتروح بتاكل أفضل المطاعم بتلاقيها والأكل. في كتارة لأني أنا من عشاق كتارة. أنا يعني عشت معاهم في كتارة من أول ما كانت أرض قبل ما تنبني، فأنا أحب كتارة بشكل مختلف إضافي. عن الآخرين بالضبط بشكل مختلف. لكن كتارة دائما مميزة بفعالياتها وبجوائزها. إحنا اليوم راح نتكلم عن جائزة كتارة للكاريكاتير اللي تدور حول موضوعين، العمل والتعليم عن بعد. معانا الأستاذ سالم المري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في كتارة. صباح الخير أستاذ سالم. صباح النور يا مرحبا ومساء الله، صباح عليك بالخير أختي حنان وأخوي فيصل، سعيد جدا بمشاركتي معكم في هذا الصباح. إحنا أسعد أخوي سالم. أخوي لو نتكلم عن هذه الجائزة. طبعا في شهر يونيو الماضي تم الإعلان عن مسابقة كتارة للكاريكاتير ضمن العديد من الفعاليات والبرنامج الصيفي تحت عنوان فعاليات صيف 2020. طبعا الهدف تعزيز دور ورسالة فن الكاريكاتير كوسيلة مهمة جدا للتعبير، كوسيلة محببة لدى الجمهور وترصد ما يحدث من أحداث مهمة في أي مجتمع وفي أي وقت. كذلك طريقة توصيل هذا الرصد أسهل وأسرع من أي طريقة أخرى. موضوع الجائزة هذا العام كان حول تجربة التعليم والعمل عن بعد، طبعا تماشيا مع طبيعة المرحلة اللي عشناها. الهدف من هذه الجائزة الحرص على اكتشاف مواهب جديدة تشجيعها. كذلك يعتبر هذا الفن، فن الكاريكاتير، أحد أبرز وأهم الفنون القديمة التي واكبت المجتمعات وشهدت على ما شهدت من تحولات على جميع الأصعدة. أكيد. في البداية صبح عليك أستاذ سالم، ونقول أيضا سعيد بتواجدك معنا اليوم في برنامج في الضحى. إن ذكرت اللي هو بالنسبة لموضوع أو فن الكاريكاتير أنه يسلط الضوء على قضايا تهم المجتمع، وأيضا سواء كان على الصعيد المحلي أو أيضا العالمي، لكن أيضا من خلال هذه الجائزة اللي هو سلط الضوء أكثر على موضوع العمل أو التعليم عن بعد. إذا احنا نتكلم عن هذا الموضوع من خلال إقبال المشاركين على هذه الجائزة، إيش اللي نال الـ مثل ما نقول الجانب الأكبر؟ هل هو التعليم، مواضيع التعليم أو مواضيع العمل عن بعد؟ مثل ما ذكرنا كان التركيز على هذه الموضوعين. كان في إقبال الحمد لله والشكر كبير جدا من حيث عدد المشاركات في هذه الجائزة، خصيت تحديدا على الأكثر اهتمام من المشاركين. طبعا موضوع العمل عن بعد سجل 244 مشاركة، وموضوع التعليم عن بعد سجل 262. لذلك التعليم عن بعد أكثر تقريبا 18 مشاركة. ما شاء الله، يعني الحيز الأكبر كان اللي هو موضوع التعليم. أنا كنت بصراحة للأمانة متوقع هذا الموضوع، لأن العديد من الأشخاص مثل ما نقول اللي هم الناس اللي في الجامعات، الأشخاص اللي عندهم عيال، أيضا الطلاب بحد ذاتهم، يعني هذا الموضوع مؤثر عليهم أكثر. فنتمنى لهم أكيد كل التوفيق يا رب في دراستهم سواء كانت عن بعد أو أيضا في مقر دراستهم سواء كان الحرم الجامعي وأيضا المدرسة. لكن إذا احنا نتكلم عن اللي هو وصلنا خبر أكثر عن ستقام على هامش احتفالية الدورة الأولى للجائزة معرض ومؤتمر عن هذا الفن، فتكلمنا أكثر عن هذا الموضوع. مثل ما ذكرنا الفعالية بدأت اللي هي مسابقة كتارة الكاريكاتير بدأت من شهر يونيو، وراح يكون بإذن الله في نهاية شهر نوفمبر القادم راح يكون فيه احتفالية الدورة الأولى للجائزة. طبعا فيها العديد من الفعاليات، فيها تكريم للفائزين الخمس الفائزين في هذه الجائزة. أيضا راح يكون هناك معرض يضم أفضل 30 لوحة من الأعمال المشاركة ما شاء الله. كذلك راح يكون فيه تدشين كتاب عن فن الكاريكاتير في قطر يحتوي على سر تاريخي لمسيرة هذا الفن اللي تقريبا لأكثر من 60 سنة.
بالإضافة حفل تتويج الفائزين على في هذه الجائزة، يحصل الفائز الأول على 5,000 دولار، والمركز الثاني على 4,000 دولار، الثالث 3,000 دولار، جميل، والرابع 2,000 دولار، والخامس راح يأخذ بإذن الله 1,000 دولار. أستاذ سالم، لو تكلمنا بشكل مختصر وسريع في عن أهم نشاطات كتارة في المرحلة القادمة. بإذن الله إن شاء الله راح الفترة اللي فاتت كان التركيز كله على الفعاليات اللي تقام عن بعد، بدأ من صيف كتارة وفعاليات اللي صارت في رمضان وفعاليات العيد، لكن اللي راح يكون إن شاء الله خلال الفترة الجاية بإذن الله راح يكون في جائزة كتارة للرواية العربية، راح تكون إن شاء الله في أكتوبر بإذن الله. كذلك راح يكون فيه معرض السهيل، وراح يتم الإعلان عنه إن شاء الله خلال وسائل الإعلام خلال اليومين القادمين إن شاء الله، راح يقام أيضا في نهاية أكتوبر إن شاء الله بإذن الله. السيد سالم المري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في المؤسسة العامة للحياة الثقافي كتارة، شاكرين تواجدك معنا اليوم في برنامج في الضحى، وكل التوفيق ويعطيكم ألف عافية يا رب. طبعا الله يعافيك والعفو طال عمرك. يا مرحبا ومسهلا. طبعا مشاهدين الكرام، احنا لاحظنا اللي هو ما شاء الله المؤسسة العامة للحياة الثقافي كتارة دائما دائما في تواصل مع الجمهور من جميع المنصات اللي تقدر من خلالها انها تتقرب للجمهور، سواء كان من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ايضا الموقع الالكتروني، وايضا حتى بالاتصال. فيعطيهم العافية وكل الشكر على الجهود اللي يحاولون يسوونها من اجل مثل ما نقول اللي هو إيصال رسالة الثقافة والفن للجميع. ومن الثقافة والفن مشاهدينا الكرام، يعني من كم من يوم أنا تكلمت وأيضا رويت المشاهدين الكرام عن كيفية حماية الحيوانات المنقرضة اللي هو مثل حيوانات شيتا، لكن اليوم راح نتكلم عن حيوان الباندا، دب الباندا. أنا عارف ما شاء الله من ربعي عندي كمية كبيرة يحبون هذا الدب بالتحديد. أحس إنه حنون. والله ما أعرف، أحسه راقد طول الوقت. لا أنا أحس إنه شيء حنون طيب، ما أدري ليش. ما أعرف. يمكن بس شكله لأن حركته بطيئة وايد. ممكن. يمكن. يمكن، بس يقول لك المميز في هذا الدب إنه هو وصل عمر 38 سنة. 38 سنة اللي هو يقارب بعمر الإنسان 103 سنوات. ما شاء الله تبارك الرحمن، العمر كله، لأن أنا أحبه العمر كله يا رب. إن شاء الله. طبعا مشاهدين الكرام نشوف معاكم هذا التقرير ولنعودة. احتفلت شينشانغ أكبر دبة باندا لا تزال على قيد الحياة بعيد ميلادها 38، وهو السن المكافئ 110 سنوات في عمر البشر. شينشانغ التي تعيش في حديقة حيوانات شونكينغ الصينية تبدو في صحة جيدة، باستثناء ارتفاع مفاجئ أحياناً لضغط الدم الناجم أساساً عن كبر سنها. وقد أهداها القائمون على الحديقة مرطبات مكونة من الخضر التي تحبها على غرار الفول السوداني والجزر والبسباس. يشار إلى أن تعداد دبابة الباندا التي جاوزت من العمر 3 عقود لا يزيد عن 30 دبا. مسوين لك كيكة بعد، يعني هم شبه كيكة، يعني مقطعين للفواكه والخضرة والبطيخ وهذه الأمور كلها وحاطين له 38. كيكة 38، والله حبيت الموضوع. وصلنا معكم مشاهدينا الأعزاء إلى ختام حلقتنا لليوم. أتمنى فعلا أن إحنا وفقنا فيما قدمناه، سواء من ضيوف ومن تقارير. شكرا للزملاء اللي عدوا حلقتنا لليوم، الله يعطيهم الصحة والعافية. شكرا لمشاهدتكم ايضا. شكرا لك فيصل. العفو يا حنان، لكن بس ايضا نوجه كلمه لمشاهدينا الكرام، نقول لكم ترى ما زال عندكم وقت ان انتم تستغلون الاوقات اللي عندكم، تعيدون ترتيب يومكم وايضا جدولكم، بحيث ان تكتسبون مهاره جديده، تنمون مهاره يمكن
ما تكون حاطينها في بالكم، وأيضا في نفس الوقت اللي هو تحركون شوي. يمكن خلال الفترة الأخيرة يمكن الكل كان مقضي وقته في الأكل وقعدة، وفي الجزء الآخر كان يستغله في تطوير نفسه. هذه فرصة ما زالت موجودة عندكم مشاهدين الكرام، استغلوها من أجل مثل ما نقول حياة صحية أو حياة نمطية جديدة تكون من صالحكم إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق في حياتكم وأيضا في أيامكم القادمة، وربي يفتح إن شاء الله أيام السعادة لنا ولكم. وصلنا إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم فيضحة. فما الله.